جهود كبيرة تبذلها القوات المسلحة محلياً وإقليمياً ودولياً من أجل الحفاظ على الأمن والسلم على مختلف الأصعدة، جهود من بينها على هامش الاستعداد والتجهيز لحفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد بمصر. قامت القوات المسلحة بأعمال التطهير والتعقيم في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، ومن ناحية أخرى واصلت جهودها في تعقيم وتطهير عدد من المرافق الحيوية بالدولة والأسواق التجارية والمنشآت الخدمية التي تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين، كما قامت في وقت سابق أيضاً بتوزيع الماسكات الطبية على المواطنين للحد من انتشار الفيروس. واستمراراً لجهود القوات المسلحة في دعم القدرات القتالية والفنية لعناصرها، قام الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية بحضور مراسم تسلم الفرقات الشبحية الأولى بورسعيد من طراز جاينت من شركة ترسانة الإسكندرية، لتنضم لأسطول القوات البحرية المصرية الذي يشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسليح والكفاءة القتالية، وهذا وفقا لأحدث النظم العالمية. وتعد الفرقات بورسعيد من أهم القطع البحرية التي تم بناؤها في شركة ترسانة الإسكندرية بسواعد مصرية 100% بالتعاون مع شركة نافال جروب الفرنسية، التي تعد إحدى قلاع الصناعة الفرنسية في تكنولوجيا بناء وتصنيع السفن. كما يعتبر بناء تلك الفرقات تحدي حقيقي لقدرات رجال الترسانة، كونها فئة جديدة من السفن القادرة على القيام بالأعمال القتالية المختلفة، كما تمتاز بمنظومة رصد قتال متكاملة مضادة للسفن والطائرات والغواصات. وقد انعكس كل ذلك على تعقيد ودقة التصميم ومعايير الجودة المطلوب تحقيقها في البناء. القوات المسلحة المصرية، الحصن والسند. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير الدعم اللازم للمواطنين من السلع الأساسية والمطهرات لمجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بتوفير كميات كبيرة من المواد المطهرة والسلع الغذائية المجمدة والجافة. وقد تم توزيعها بأسعار مخفضة بعدد من المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية بمختلف محافظات الجمهورية عبر منافذها المتحركة، وذلك للحد من تكدس المواطنين وتوفير المناخ الصحي الآمن لمجابهة انتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ أقصى الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال عملية التوزيع. أشاد المواطنون بالجهود المبذولة من القوات المسلحة خلال مجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا. دايما يعني من أول ما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، الحمد لله رب العالمين، بنلاحظ إن هو القوات المسلحة تعتبر هي السند للمواطن المصري، والعربيات موجودة في ميادين الجمهورية كلها. واحنا بنشكر الرئيس وبنشكر القوات المسلحة على وقفتها جنب الشعب المصري وتوفير السلع اليوم دايما بصفة مستمرة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. يأتي ذلك في إطار تطويع القوات المسلحة لكافة إمكاناتها وجهودها المتواصلة لمساندة أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ الحملة الوقائية الموسعة وتقديم كافة أوجه الدعم لمواجهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا. أهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل وشفنا التقرير الحصاد الأسبوعي اللي احنا بنجمع فيه لحضراتكم كل الجهود اللي بتبذلها القوات المسلحة المصرية على مدار أسبوع كامل في كل المجالات من أجل
حفظ وصيانة أمان الوطن، وأيضا على مستوى الخدمة المجتمعية، وزي ما شفنا كمان دلوقتي على مستوى الخدمات الصحية والوقائية في تطهير ورش المعقمات والمطهرات في كل المنشآت الحيوية وشوارع وميادين المحافظات حفاظا على صحة المواطنين. شكرا جزيلا لكل الجهد اللي بتقوم به المؤسسة العسكرية المصرية.